قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع أبي عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، والكلام عن سفيان يطول، لكنني سأجعل يعني هذه الحلقة هي آخر الحلقات في ترجمة سفيان رحمه الله تعالى. أركان أي ترجمة ينظر المترجم إلى أحوال المترجم له من جهة اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه، ثم من جهة أحواله وطلبه للعلم. وهناك عنوان دائم في كل تراجم الأئمة يقول مثلا اسمه، كنيته، تلاميذه، شيوخه، ثم يقول محنته. فعنوان المحنة عنوان ثابت في كل تراجم الأئمة الربانيين، والمحنة لازمة لبني آدم، لا ينفك إنسان عن محنة أبدا. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة ومشقة. ومحنة سفيان رحمه الله كانت محنة فريدة، وهي أنه كان دائم الهروب من الأئمة والأمراء. هذه كانت محنة سفيان رحمه الله تعالى. أراد الخليفة أن يقربه فهرب، وكان سفيان سيء الرأي في كل من يقترب من الأمراء، بل كان يقول: إذا رأيت العالم على باب الأمير فاعلم أنه لص. هذا كان رأي سفيان رحمه الله، وهو رأي جماعة أيضا من أهل العلم. وأهل العلم في هذه المسألة فريقان: فريق يرى ضرورة أن يقترب أهل العلم من أصحاب القرار، ليه؟ لأنهم إذا تركوا هذا المكان دخل الفسقة والفجرة، ويعني كان لهم تأثير على القرار الذي يعم الأمة كلها، يعني السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة أولهم الإمام العادل، يعني اختلفت الروايات في ترتيب من يأتي بعد ذلك، لكن لم تختلف الروايات ولا طرق الحديث في ذكر الإمام العادل على رأس هؤلاء السبعة. ليه؟ لأن الإمامة كرأس العين، إذا تكدرت السواقي، يعني إذا اتخذ قرارا
وكان قرارا جائرا أتعب ملايين الخلق. وقال فإذا اقترب أهل العلم وكان الأمير يقرب العلماء وكان يتقي الله عز وجل ويخشاه فإنه لن يتخذ قرارا إلا إذا سأل هل هو مشروع أم لا. فالعلماء الذين قالوا بأن الاقتراب من الأمراء منفعة ومشروع طائفة كبيرة من أهل العلم منهم مالك ومنهم الشافعي وغيرهم، والذين قالوا تجنبوا على رأسهم سفيان ابن سعيد الثوري وعبد الله ابن المبارك وطائفة أخرى من أهل العلم. وطبعا ضابط المسألة في هنا هو طاقة الذي يقترب. يعني سفيان الثوري لماذا كان يهرب برغم أن أمير المؤمنين آنذاك رمى له الخاتم وقال له اقض في الناس بالكتاب والسنة، ومع ذلك هرب سفيان واشتد هربه حتى نذر الخليفة أن من ظفر به فله 10,000 درهم. فجعل الناس كما يقول أبو أحمد الزبيري كنا في مسجد الخيف ومنادي السلطان ينادي، كان هو مع سفيان يعني في مسجد الخيف، ومنادي السلطان ينادي من ظفر بسفيان فله 10,000. فخرج سفيان هاربا حتى خرج من الكوفة إلى البصرة، وخرج من البصرة إلى اليمن. خرج إلى البصرة وكان حارسا على بستان، فمر به رجلان فطلب منه تمرا. فالمهم جلس سفيان مع هؤلاء مع هذين وجلس يتكلمان. فقال أحدهما لسفيان على سبيل المنادمة أيهما أحلى، رطب الكوفة أم رطب البصرة؟ طبعا سفيان كوفي وهو الآن في البصرة ويعمل حارسا على بستان، كل هذا يهرب من الخليفة حتى لا يظفر به. فقال له الرجل رطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ فقال أما رطب البصرة فما ذقتها، وهو طبعا حارس على بستان في البصرة. فقال هذا الرجل لصاحبه ما أكذبه، إن الكلاب يأكلون الرطب في البصرة، يعني لكثرة الرطب، فكيف لم يذقها؟ فقال الرجل لصاحبه أحلف لك هذا سفيان الثوري، يعني أنما عرفه من ورعه، قال هذا سفيان الثوري هلم بنا إلى الخليفة لنظفر بالـ10,000. سمع سفيان هذا فترك البستان واشتد هاربا، ولا يزال هاربا حتى وصل إلى اليمن. فلما وصل إلى اليمن كان يتلفت خائف يتلفت، فالناس أو الشرطة ظنوا أنه لص من كثرة تلفته، فقبضوا عليه وأخذوه إلى الوالي آنذاك، وكان الوالي هذا أحد الأجواد الكبار وهو معن ابن زائدة. فالمهم لما دخل سفيان على معن ابن زائدة قال ما اسمك؟ قال اسمي عبد الله ابن عبد الرحمن، وهو صادق عبد الله ابن عبد الرحمن. يعني أنت لو قلت أنا اسمي عبد الله ابن آدم ماشي، وآدم أبونا جميع، فهو لم يكذب، قال عبد الله ابن عبد الرحمن. فمعن ابن زائدة قال للجماعة اللي معاه اخرجوا، فلما خرجوا وخلى به قال نشدتك الله لما انتسبت، يعني انسب نفسك من أنت؟ قال أنا سفيان. قال أنت ابن سعيد ابن مسروق الثوري؟ قال نعم. قال أنت طلبة الخليفة، يعني أنت الخليفة بدور عليك، وطبعا دوالي من الولاة المفروض أول ما يقبض عليه يمسكه على طول يرحله. ولكنه قال له معن ابن زائدة قال له خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. ومضى سفيان الثوري رحمه الله.
في يوم من الأيام كان الخليفة كان جالسا وكان معه مجموعة من الناس، وجاء ذكر سفيان فقال: لماذا يهرب منا أبو عبد الله؟ فعرف أن في واحد من الجلوس من أصحاب سفيان، فحمله رسالة قال: قل لأبي عبد الله يأتي وليحكم في الناس بالكتاب والسنة، مش عايز أكتر من كده. فجاء الرجل فقال لسفيان: لماذا تشتد هاربا من الخليفة وهو يقول كذا وكذا، يعني اقض في الناس بالكتاب والسنة؟ فقال له: يا ناعس، يا ناعس يعني يا مغفل يعني. قال: أنا لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. هذا هو الذي جعل سفيان الثوري يشتد ويترك الكوفة، بل يعني يشتد هاربا في كل مكان. كان يخشى إكرامهم. ليه؟ لأن الإحسان يكسر المرء ويقضي على اعتراضه، لا يستطيع أن يقول هذا منكر وهذا منكر. يعني ابن أبي ذئب مثلا، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب كان من أئمة المدينة، وهو من أقران مالك، وكان مالك قريبا من السلطان بخلاف ابن أبي ذئب ما كان قريبا. ابن أبي ذئب لبعده عن الأمراء كان قوالا بالحق، لدرجة أن الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن مالك وابن أبي ذئب قال: ابن أبي ذئب أقول بالحق من مالك. أقول بالحق من مالك يعني أنه يجهر بكلمة الحق. ليه؟ مش مكسور، مش مكسور بسبب الإيه؟ بسبب الإحسان وبسبب الأعطيات والكلام ده. الإنسان هذا يقضي تقريبا على اعتراضه ويجعل عباراته دائما لينة، بل قد يتكلم بكلام بعيد عن محل الحوار، وذلك كله بسبب الإيه؟ بسبب الإحسان. ابن أبي ذئب كان يدخل على أبي جعفر المنصور ويقول: اتق الله، فإنك ما جئت إلى هنا إلا بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا على بابك. يقول الإمام أحمد بن حنبل: وأبو جعفر أبو جعفر، يعني أبو جعفر كان رجلا شديدا جدا، ومع ذلك يقول له ابن أبي ذئب مثل هذا الكلام. فيبقى إذن الفيصل في المسألة: من كان يخشى على نفسه أنه إذا اقترب لا يستطيع أن يقول الحق، فالبعد في حقه هو الواجب. وأما من كان آمنا لا يؤثر فيه مثل هذا، فقربه أيضا مشروع بل قد يجب، لا سيما إذا علمنا كما قلت في مقدمة الكلام أن الإمام العادل كرأس العين، إذا تكدرت السواقي. فدي كانت محنة سفيان الثوري، لدرجة أنه ظل فترة طويلة هاربا، وكلمه الأوزاعي في مثل هذا وقال له: إنك يعني تضاهي أهل البدع بمثل هذا، حتى لينه، يعني الأوزاعي ظل يحاور سفيان الثوري حتى لين رأي سفيان في المسألة. وفي أواخر يعني حياة سفيان لقي الأمير، ولم يلبس سفيان رحمة الله عليه بعد ذلك قليلا حتى مات. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.